احنا رايحين المحاضرة الرابعة في ال subterranean organs، وهنكمل مع النباتات ال subterranean، وهنبدأ بالثوم أو الجارليك. الجارليك الأورجن بتاعه it is the bulbs of Alum sativum family Liliaceae. الأكتيف كونستريكشن الموجودة في الجارليك والستولة بتاعتها الأدينوسين، أول حاجة النيوكليك أسيد which is considered as a primary blocker of blood platelets، يبقى الأدينوسين بيستخدم في blocking the blood platelets. سلفر كومباوند زي الأليسين والألكسين والأجوين، ولازم هنا نقول إن الأكتيف كونستريكشن في الجارليك بتستخدم بتنقسم لقسمين أساسيين، سلفر كونتيننج كومباوندز ونون سلفر كونتيننج كومباوندز. مركبات بتحتوي على السلفر، ودي طبعا من الحاجات المميزة في الجارليك، وده اللي بيديها الريحة بتاعة الجارليك. والنون سلفر كومباوندز من أشهر السلفر كومباوندز أليسين والألكسين والأجوين. أليسين is effective as antibiotic substance، الألكسين anti stress compound، الأجوين prevents blood clots against fungi and cancer، it prevents stomach cancer. بعد كده في بكتينز، بكتينز دي بتكون نوع من انواع البوليساكرايز، فبتعمل lowering للكوليسترول production used to control diarrhea and recently used as agent to lower serum cholesterol and triglyceride level، يبقى بتقلل الكوليسترول. اس الاين سيستين اتس انذر سلفر كومباوند which reduces the blood cholesterol، بتقلل نسبة ال LDL and also used in treatment of atherosclerosis because it lowers the plasma triglycerides، يبقى بيعالج بتستخدم في علاج الاثيروسكلروزس عشان هي بتقلل ال دي ال وبتقلل البلازما ترايجلسرايدز. داي الايل تراي سلفايد وده بي هيلبس ليفر تو بيرفورم اتس ماني فانكشنز بيتر، اولسو اتس يوزفول ان تريتمنت اوف هيومن كريبتوكوكال مينرايتس، ات هاز ريماركبل انتي فانجل اند انتي بكتيريال ستريس، يبقى هو ليه انتي فانجل وانتي بكتيريال. garlic has over than 100 compound sulfur compounds. Reduces blood pressure, blood sugar, relieves asthma and bronchitis, improves circulation and heart functions, prevent cancer and many other diseases, treatment of colon influenza and burns, في الأرثرايتس وفي اللومباكو. يبقى الجارليك من النباتات المهمة وليها several beneficial effects mainly في الكارديو فاسكولار سيستم وعلى الهارت وكمان كأنتي فانجل. النبات اللي بعده كولتشيكام كورن أو ريزومة اللحلاح. The origins of fresh or dried sliced corms of colchicum autumnal family Liliaceae، يبقى الكولتشيكام fresh entire corms are conical or subconical، one side is rounded and the other at which the daughter corm develops is flattened، consists of the somewhat reniform or subreniform transverse slices about 2 to 5 millimeters thick and 1 to 2 centimeter wide. This is bitter and odorless. يبقى هي كورمز زي القلقاس يعني، و ممكن تبقى entire أو تكون sliced. About 0.5 to 0.6% colchicine which is a toxic amorphous yellowish white alkaloid، وفي starch فيزنج فيها اهم حاجة alkaloids، اهم alkaloid فيهم اللي هم الكولتشيسين. chemical test treating with 60 to 70% sulfuric acid or with conc hydrochloric acid a yellow color، يبقى بيدي yellow color مع conc sulfuric او conc hydrochloric. ممكن نقول مع مايرز برضو عشان هو في alkaloids هيدي perceptive. استخدامات الكولتشيكام، كولتشيكام preparations are used to relieve pain and inflammation and shorten the duration of acute gout، must be employed with caution. يبقى أهم استخدام للكولتشيسين، وده طبعا الكولتشيسين موجود في السوق كماركت برودكت في علاج الجوت، وبرضه ده استخدام مش متكرر معانا كتير في النباتات الطبية. يبقى الكولتشيسين بيستخدم في علاج الجوت ويقلل الانفلاميشن في الجوت، وعلى فكرة هو بيستخدم في several other inflammatory conditions في الميديسن. الالكالويد ممكن يستخدم في البيولوجيكال اكسبيرمنت، ده حاجه ان فيترو او ان يعني في مش تريتمنت يعني ان هو تو انديوس البولوبلويدي. ريسنت يوزد از انتي كانسر فور الانتي ليكيميك بروبرتس اوف كورسين، وجدوا ان هو ليه انتي ليكيميك بروبرتس وبيستخدم كانجفنت ادجفنت ثيرابي مع الكيمو ثيرابيتك ايجنت. بعد كده هنبدا ندرس نباتات الروتس، واول واحد فيهم الليكوريش او العرقسوس او الليسر هزه.
large dried peeled or unpeeled roots and rhizomes of Glycyrrhiza glabra variety typically known as Spanish licorice or Glycyrrhiza glabra variety glandulifera known as Russian licorice or other varieties of Glycyrrhiza glabra family Fabaceae أو Leguminosae. الأودر faint characteristic will taste very sweet almost free from any bitterness. الأكتف constituents triterpenoidal saponins glycyrrhizin about 5 to 7% saponin glycoside it is a potassium and calcium salt of glycyrrhizinic acid with, which is 50 times as sweet as sugar. يبقى triterpenoidal saponin triterpenoidal بيكون 30 كربون والسابونين خدتوها في introduction أهمهم اللي هو الجليسرهيزن وده عبارة عن البوتاسيوم والكالسيوم سولت اوف جليسرهيزينيك اسيد وده بيكون أكتر حلاوة من السكر بنسبة 50 يعني لو خدت 1 جرام من الجليسرهيزن الحلاوة بتاعتهم هتدي اندكشن في لتر من المية زي 50 جرام من السكر. فلافونويد جلايكوسايد ليكوريتين وايزوليكوريتين وليكوريتينوزايد ورامنو ليكوريتين ورامنو ايزوليكوريتين في كومارين دريفيتيفز وفي بيتر برنسبلز اللي هو الدريسامارين اباندنت في الاوتر تيشو عشان كده اللي احنا لو عملنا ديكورتيكيشن هيبقى فري اوف فروم انس ايدنتيتي ميكس ا ليتل اوف باودرد ليكوريش ويز 1 تو 2 دروبس اوف سلفوريك اسيد ان اورنج ريد كلر بروديوسد. تاني حاجه شيك اكو ديكوكشن اوف ليكوريش ابريزنت فروز البروز وده تيست عشان خاطر السابولين. Salkovinsky test about extracting gram powder with acidulated ether, then evaporate the extract and extract the residue with chloroform in a test tube. Then add 1 cubic centimeter of sulfuric acid of, on the tube wall. Deep reddish brown zone is obtained between the two layers, and sulfuric layer will acquire green color within 24 hours. The Salkovinsky test. استخدامات الليكوريش او الفارماكولوجيكال افكتس بتاعته. الليكوريش من النباتات اللي ليها وايد سبيكتر من الفارماكولوجيكال افكتس. في حاجات فيها مفيده وفي حاجات فيها ممكن تكون ليها درجه من الضرر. فعشان كده الليكوريش من النباتات المهم خالص احنا نفهم البيولوجي بتاعه. اول حاجه تريتمنت اوف بيبتيك اند دودنال ارثر هو من الحاجات الافكتيف جدا في علاج والبروتكشن اجينست ان هي تحمي ان يديفلوب الالسرز للناس اللي هم البريديسبوزد. جليسرهيزين كونتيننج الاكستراكت شود ا سيجنيفيكانت افكت ان هيلينج اوف الالسر. ذا دي جليسرهيزين فراكشن دي جي ال شود ا بيت ليس افكت. جليسرهيزين الون داز نوت اكزيبت اني افكت. الكونكلوجن ذا انتي الالسر افكت از فيري اوبفيوس اون كومبينيشن اوف جليسرهيزين وذ اذر كومباوندز سينرجيستيك افكت. هاوفر دي جي ال از ذا موست common form used for ulcers. طيب القصة هنا ايه؟ اول حاجة في expression اتقال اللي هو DGL. DGL دي حاجة مشهورة جدا product مشهور جدا موجود في السوق كتير خالص بس يمكن مش في مصر منتشر يعني اللي هو الدي جليسترهيزن ليكوريش يعني الليكوريش اللي بتشال منه جليسترهيزن. جليسترهيزن احنا قلنا من شوية اللي هو الترايتربينوسابونينز اللي هو بيدي طعم الحلاوة ده اللي هو الطعم السويت. طب لما هو طعمه سويت وكده طب احنا ليه نشيله؟ هنشيله عشان بعد شويه هنحكي القصه بتاعت الجليسرهيزن دي ايه. لكن ليه بنشيله؟ فهم عملوا تجربه حطوا ادوا قاسوا الانتي اسيد افكت بتاع الجليسرهيزن كتوتال اكستراكت والدي جي ال بعد ما شالوا من الجليسرهيزن والجليسرهيزن لوحده ماشي. فلقوا ان التاثير الاعلى كان في التوتال اكستراكت على بعضها دي كانت النص اكتيف الدي جي ال اقل شويه في الاكتيفيتي والجليسرهيزن لوحده ملوش اي اكتيفيتي. طيب فبالتالي الاعلى في الافكت التوتال اكستراكت لكن اللي بيستخدم اكتر الدي جي ال. ليه؟ هنعرف بعد شويه. مينرالو كورتيكويد لايك اكشن ذيس افكت از اتريبيوتد تو ذا افينيتي اوف جليسريتيك اسيد اوف ذا كيدني الدوستيرون ريسبتورز. Glycyrrhizic acid exhibit 5 beta reductase and 11 beta hydroxyhydrogenase leading to accumulation of cortisol and aldosterone and consequently prolongation of their action. The aforementioned effect results in the pseudoaldosteronism. Pseudoaldosteronism leads to sodium retention, hypernatremia and
بوتاسيوم نص هايبوكاليميا ان اديشن تو هايبرتنشن. دي بقى القصه بقى المهمه بتاعه الجليسريهيزن. الجليسريهيزن ده بيدي الدستيرون لايك اكشن، والمفروض انتوا خدتوه في الفسيولوجي اللي هي الاساس بتاع هرمون الدستيرون، وبيدي الايفكت ده بتو مولكولار ميكانيزم، ان هو بيدي ان هو ليه الاستراكشر ريزمبلنس مع الهرمون، فبيدي دايركت اكشن. وتاني حاجه بيعمل انهبيشن لل بيعمل اكيوميليشن للهرمون عن طريق ان هو بينهبت الانزيم اللي بيكسر الهرمون، فبيعمل حاجه اسمها سودو الدوسترونيزم. سودو الدوسترونيزم بينتج عنها هايبر ناتريميا زائد نسبه الصوديوم، هايبوكاليميا نقص البوتاسيوم، وده بيؤدي لحدوث اديما وهايبرتنشن. فعشان كده الجلسيهيزن ده ليه بنشيله في البرودكت؟ عشان لو انا هستخدمه للالسر عشان اعالج السر، ما ينفعش ان انا اعمل البني ادم ده سودو الدوسترونيزم. عشان كده بستخدم الجي جي ال. causes of hypertension of licorice the ليه licorice بيعمل hypertension the prolongation of aldosterone action increase the sensitivity of the blood capillaries to catecholamines leading to hypertension. ميكانيزم تاني للهايبرتنشن ان وجود البرولونجيشن بتاع الالدوستيرون ده في الجسم بيزود السنسيتيفيتي بتاعه البلاد كابيلاريز للكاتيكولامينز اللي موجوده اصلا في جسم الانسان. صوديوم ريتينشن ليدز تو ريتينشن اوف ووتر اند انكريز ان بلاد فوليوم ريزالتنج ان سيفير هايبرتنشن. يبقى دي اسباب حدوث الهايبرتنشن في الليكورش. الليكورش الجريت ليه كونترا انديكيشن كبير جدا ان هو بيعمل هايبرتنشن وبيعمل اديما، يبقى ما ينفعش نستخدمه مده طويله وما ينفعش نستخدمه بدوسس كبيره. تالت حاجة انتي انفلاماتوري افكت، this effect is attributed to the glycerin, glycerinic acid, chalcones and flavonoids especially in case of gastritis by inhibition of prostaglandins with thromboxane. يبقى ليه انتي انفلاماتوري اكشن. انتي allergic effect of glycerin, the mechanism of this effect is inhibition of histamine release from antigen stimulated cells. It emphasizes inhibitory actions induced by dexamethasone. Glycyrrhizin برضه ليه antiviral activity, antiviral inactivates certain types of virus such as herpes simplex irreversibly, يعني irreversible inhibition. Its action based on the interaction with sensitive virus proteins when these proteins are sensitized in host cells. يعني بيعمل interference مع ال viral proteins. تأثيره على الليفر والليفر سيروزس، الجليسترهيزن and its aglycone are able to prevent the development of cirrhosis that was indicated by prevention of liver lesions in rat intoxicated with carbon tetrachloride. يبقى هو بيمنع الانتوكسيكيشن من الليفر وبيحمي الليفر من الكربون التوكسيك سبستنس زي الكربون تتراكلورايد. اميونو ستيمولاتري افكت، جليسترهيزن and جليسترهيتك اسيد induce interferon، بيعمل induction interferon. Interferons bind to surface and stimulate the synthesis of intracellular proteins that block the viral DNA. يبقى بيمنع ال replication بتاع ال viral DNA. Interferons also activate the macrophages and increase natural killer cell activity. يبقى ال interferon برضه ليه immune stimulatory action. Other uses and effects. Topical use as in certain skin diseases as allergic inflammation and dermatitis. يبقى هو ليه topical use عشان يمنع ال inflammation و dermatitis، وموجود فعلا في البرودكت كتير جدا في السوق في الحاجات ال cosmetics وكده. Treatment of rheumatic arthritis and Addison's disease, hypofunction of other gland. ودي ملصن اكسبكتورنت عشان خاطر طبعا هو برضه بيستخدم كاكسبكتورنت قوي عشان خاطر الترايت ريمونويد اتسوفونيز. يبقى فعلا الجليسرين ليه وايد سبيكتروم من الفارماكولوجيكال اكشنز وكلها حاجات prominent. About 0.5 to 0.6% colchicine which is a toxic amorphous yellowish white alkaloids وفي starch فيزن. يبقى فيها اهم حاجه الكالويدز، اهم الكالويد فيهم اللي هم الكولتشيسين. Chemical test treating with 60 to 70% sulfuric acid or with conc hydrochloric acid a yellow color. يبقى بيدي yellow color مع conc sulfuric او conc hydrochloric. ممكن نقول مع مايرز برضو عشان هو في alkaloids هيدي percepted. استخدامات الكولتشيكم، الكولتشيكم preparations are used to relieve pain and inflammation and shorten the duration of acute gout must be employed with caution. يبقى اهم استخدام للكولتشيسين، وده طبعا الكولتشيسين موجود في السوق كماركت برودكت في علاج الجوت.
وبرضه استخدام مش متكرر معانا كتير في النباتات الطبية. يبقى الكولشيسين بيستخدم في علاج الجوت ويقلل الانفلاميشن في الجوت. وعلى فكرة هو بيستخدم في several other inflammatory conditions في الميديسن. النبات اللي بعده نبات برضو مهم جدا اسمه ليبيكا كوانا او نبات عرق الذهب. The dried root and rhizome of syphilis ipecacuanha, Rayo or Brazilian ipecacuanha, or syphilis acuminata, اللي هو نيكاراجوا او بنما ipecacuanha family Rupiaceae. الابيكاكونا ورق الدهب ده موجود في برودكتس كتير برضو في السوق، هتلاقوه في ادويه الكحه كتير. الماده الفعاله فيه ايزو كينولين الكالويد، يبقى برضو الكالويدز وايزو كينولين تايب، اللي هم ايميتين وسيفالين وسايكوترين، دول مينلي اجلايكوسايدال تانين ايبيكاكوانين واسيد سافونين اند ايبيكوانيك اسيد. استخدامات الليبيكاكوان يوز از اكسبكتورنت ان سمول دوزز، في الجرعات الصغيره بيستخدم كاكسبكتورنت، موجود فعلا في الكاف سيربس، وده نتيجه تاثير الايميتين. يبقى الايميتين ده بيكون مور اكسبكتورنت عن السيفالين في الجرعات الصغيره. في لارج دوزز بيكون بيستخدم ك ايميتك، وده نتيجه تاثير السيفالين اكتر من الايميتين. يبقى في السمول دوز اكسبكتورنت، وفي اللارج دوزز بيكون ايميتك. treatment of amoebic dysentery and amoebic hepatitis ايميتين هيدروكلورايد باي ام انجكشن ودايفوريتك وكولاجوج. الجنتيان روت او الجنتيانا، the dried fermented root and rhizomes of جنتيانا لوتيا family جنتيناس. الاكتيف كونستيتوانس بيتر جلايسايدز والكالويز وشوجر وانزيمز، يلو كالرنج ماتر بيكتين واويل. فريش روت كونتينز بيتر جلايسايدز جنتيو بكرين وجنتيامارين وجنتين الكالويد جنتينين وجنتيلوتين. الجنتيان روت has a variety of uses and which includes remedy for wounds في الانوريكسيا اللي هو فقدان الشهية، relief of flatulence, heartburn, relieving nausea, treatment of irritated gallbladder والليفر، strengthens the entire cardiovascular system, stimulates metabolism, balances thyroid hormones secretion, treatment for malaria. النبات اللي بعده السينيجا روت، سينيجا بوليجالا أو السنيك روت. The dried root and root stock of Polygala sinica family Polygalaceae. The odor of winter green, sweet taste which become acrid afterwards. ده النبالة. الترانسفيرس سكشن بتاع السنجة زي ما شرحنا في الانترودكشن بيتميز بوجود حاجة اسمها الكيل. الكيل شرحناه بالتفصيل في الانترودكشن ازاي بتتكون وازاي بتظهر في التي اس. الاكتيف كونستيتوانس تراي تربينول سابونين، تراي تربينول سابونين ده تاني يعني بتاخده دلوقتي في تراي تربينول سابونين بعد الليكورش. بوليجاتول وميثايل ساليسيليت وفيكسد اويل وستيرو. التست بيدي بريزيستنت فروث، ودي طبعا عشان خاطر السابونين. الاستخدامات برضو عشان الترويد الدرم السابونيز بتستخدم كستيميرنت اكسبكتورنت، يبقى ستيميرنت اكسبكتورنت في كرونيك برونكايتس. سينيجا انديكانس يوز ذيس هيرب از انتيدوت تو ميني بويزنز وماوث ووش اند جورجل ان تريتمنت اوف فارنجايتس اند لارنجايتس. جالاب روت ذا درايد tuberous root of Apoma purga family convolvulaceae. جلب برضو زي ما شرحنا في الانترودكشن ال TS بتاع الجلب في anomalous structure مهم جدا اسمه tertiary cambium. tertiary cambium بيكون عبارة عن circles و curves بيكون فيها xylem tertiary xylem. The tuberous cut surface of jalap tubers and powder jalap fluorescence in ultraviolet light with a pale pinkish violet tint. وده chemical test للجلاب. The active constituents glycosidal resin, coloring matter, mannitol, sugar, starch, The active constituents triterpenoyl saponins. Triterpenoyl saponins. وده تاني يعني بتاخده دلوقتي في triterpenoyl saponins بعد الليكورش. بوليجاتول وميثايل ساليسيليت وفيكسد اويل وستير. التست بيدي بريزيستنت فروث، ودي طبعا عشان خاطر السابونين.
النبات اللي بعده السينيجا روت، سينيجا بوليجالا او السنيك روت، ذا درايد روت اند روت ستوك اوف بوليجالا سينيجا فاميلي بوليجاليسي، الاودر اوف وينتر جرين، سويت تيست ويتش بيكام اكريد افتر ووردز. وفي برضو انومالوس ستراكشر شرحناه في الدركشن اللي هو كان اسمه ستيليت كامبيوم، ستيليت كامبيوم. الاكتيف كونستيتوينتس الكالويدز عبارة عن الكالويدز، اهمهم اللي هو الاكونيتين، اكونيتين اذر الكالويدز ان فيري سمول اماونتس يعني وفي ستارش اكونيتيك اسيد. انا هركز على الاكونيتين عشان هو الموست توكسيك فيهم واللي هو بيكون موجود بكميه اكبر. كونيتين از اسيتايل بنزويل كونين، ات هاز ا تربينويدال ستراكشر اند اتس ان استر، يبقى هو تربينويدال استر الكالويد، تربينويدال ليه تربينويدال سكيلتون وبيكون استر الكالويد. استخداماته اكونيت بريبريشنز از ويل از اكونيتين الكالويد ار يوزد اكسترنالي ان سيرتن نيورولوجي اند روماتيزم، يبقى هو بيشتغل externally في علاج بعض انواع النيورولوجيا والروماتيزم. internally it's given in case of fever and pain، وطبعا ده كان زمان ما بيحصلش عشان هو حاجه توكسيك. aconite is a very potent and quite acting poison which is now rarely used internally، يعني هو rarely او almost مش بيستخدم طبعا خالص عشان هو very potent effective in micrograms وفي نفس الوقت quite acting و potent و effective. نبات تاني مهم جدا اسمه الجينسينج، جينسينج موجود في several market products. الأوريجين بتاعه the dried roots of Panax ginseng, Asian ginseng and Panax quinquefolius American ginseng family Aradiaceae. يمكن الجينسينج موجود في products كتير خالص في السوق وهنشوف. نعرف دلوقتي ال active constituents بتاعته. أول حاجة triterpenoidal saponins، لا تالت نبات النهارده يكون فيه ترايت ربنا سابونينز. السابونينز ار كولد جينسينوسايتس باي جابانيز اند باراكسوسايتس باي راشن وركرز، يبقى ممكن تبقى اسمها جينسينوسايتس او باراكسوسايتس. ذير ار ات ليست 30 جينسينوسايتس، جينسينوسايتس ار او ار اي و ار بي 1 و ار بي 2، 6 باراكسوسايتس اي و بي و سي و دي و اي و اف هاف بين ريبورتد، يبقى مجموعة كبيرة جدا من جينسينوسايتس و باراكسوسايتس. في هاي مولكولر ويت بولي ساكرايز جلايكينز نون از بانكسينز وجينسينز، بولي استرينيك الكحول بانكسانول وبانكسايول بانكسادايول، سيسكي تربينز الفا اليمين وبانكسينول، لجنان وستيرولز وفلافونويدز وفيتامين دي وامينو اسيدز، مجموعة كبيرة من الفيتامينز بي 1 وبي 2 وبي 12 ونيكوتينيك اسيد وبايوتين، في مينرالز زنك وكبر ومغنيسيوم وكالسيوم وفري شوجرز، يبقى هو برضو في مجموعة كبيرة من المواد جينسينج وليه استخدامات برضو سيفرال فارماكولوجيكال اكشنز. اول استخدام اللي هو الجنرال تونيك، هو بيستخدم هتلاقيه دايما الجينسينج البروسبكت موجودة في الفود سبلمنتس حاجات بتستخدم كمقويات وكده، فهو جنرال تويت جينسينج اكت دايركتلي اون هيومن سيلز تو بروموت بروتكشن اكوميليشن ان تريتمنت اوف انيميا اكوميليشن اوف بروتين، يبقى معالج الانيميا. لو ديز جينسينج سايتس انكريز ذا بودي ويت بروتين اند ار ان اي اوف ماسل وليفر، انهانس بون مارو مايتوسيس بيحفز البون مارو، ات يوز تو اولسو از افروديزيك ايجنت. وتاني استخدام ان هو بيكون اميون ستيمولنت، اكوكس تراكت انهانس الاميونوجلوبولينز انهانس ذا برودكشن اوف انترفيرونز انكريز ذا ريزيستنس تو انفيكشن اند سبورت الليفر فانكشن. تالت استخدام كاركترستيك ومميز للجينسينج اللي هو الادابتوجينيك، ادابتوجينيك وده جديد اول مره نسمع الاستخدام ده، ايبل تو امبروف ذا ابيليتي اوف ان اورجانيزم تو ادابت تو ديفرنت اكسترنال اند انترنال ديستربنسز، بوبولار ريميدي فور امبروفينج ستامنا كونسنتريشن اند ريزيستنس تو ستريس، هو بيزود قابلية الأورجانيزم يعني مثلا بني آدم على بعضه أو حتى على مستوى السيلز إن هي تأدابت ال different stressful conditions، ال conditions اللي هي stressful اللي هي مش طبيعية بالنسبة لها، فبيحف بي 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 بيساعد الخلايا وبيساعد الإنسان إن هو يعمل adaptation على ال stressful conditions. Hypoglycemic effect، glycosides increase the liver glucokinase enzyme activity، بنكسين stimulates the secretion of insulin وليها insulin mimetic effect.
ملاحظ كل الاستخدامات دي بتكون للتوتال اكستراكتس على بعضها الجنسين سايز كلها، وده مثال للنباتات اللي بيكون فيها التوتال اكستراكت ليها سينرجستيك افكت وبيكون ليها تأثير اعلى مش السنجل اكتف كومبوننت. جنسين سايز سبيشالي ار بي 2 ديكريز السيرم كوليسترول ليفل و correct the adrenal thyroid dysfunction. Some of the genocides have opposing activities. ودي برضو حاجة مهمة هنا في الجينسينج، ان احنا قلنا ان الاكتيفيتي بتكون نتيجة استخدام التوتال اكستراكت، لكن هما لما بدأوا يدرسوا كل واحد لوحده لقوا ان ساعات بتكون الجينسوسايز ليها تأثير متعاكس. مثال على كده جينسوسايد ار جي 1 raises blood pressure and in, has a central stimulant effect. يبقى الار جي 1 ليه stimulator effect وبيعلي ال blood pressure، ال RB1 lowers the blood pressure and has a central depressant effect. يبقى بالتالي طب ال total excitation هيبقى ليه تأثير ازاي حسب نسبة كل واحد فيهم. وتيجي هنا أهمية حاجة اسمها standardization of ginger preparations، ان احنا نعرف نعرف نسب المواد الفعالة ايه وعشان نعرف ال net result هيكون ازاي في ال activity. الجينسينج برضو improve many conditions arising from the onset of old ages. النبات اللي بعده رويفيا او اللي هي سنيك روت. The origins of dried rhizomes and roots of Rolfia serpentina family Apocynaceae. Active constituents الموجودة في رويفيا indole alkaloids. Indole alkaloids و important of which are أجمالين, ريزربين, ريسنمالين و أجمالينين. The chief therapeutic important alkaloids are ريزربين و ريزنامين. يبقى الريزربين و ريزنامين هما اللي هما ليهم أكتر biological activity. وفي phytosterols و fatty acid و unsaturated alcohols و dextrose و fumaric acid. وفي برضو anomalous structure شرحناه في introduction اللي هو كان اسمه stellate cambium. stellate cambium النبات اللي بعده اللي هو الكالومبا او ساق الحمام. The dried transversely obliquely sliced roots of Gytoriza palmata family Menispermaceae. The active constituents isoquinoline alkaloid meaning protoperberin و crystalline non-alkaloid furanodieterpene lactones which attribute to the very bitter taste of the root. Several of these alkaloids have a narcotic effect similar to morphine. يبقى الالكالوز بتاعت الكالومبا ليها narcotic. الإيميكاكونوايد ده موجود في برودكتس كتير برضو في السوق، هتلاقوه في أدوية الكحة كتير. المادة الفعالة فيه ايزوكينولين الكالويد، يبقى برضو الكالويدز وايزوكينولين. السارسابريلا the dried roots and sometimes the rhizomes of Salix ornata family lily. الactive constituents steroidal saponins closely related to cortisone and sex hormones. يبقى الستركشر بتاعها ليه ريزيمبلنس مع الكورتيزون والسكس هرمون. السارسابارين سارسابونين كريستالين سابونين اون هيدروسيس ايثيل سارسابوجينين اند شوجر و سيميليجينين ايزوميريك ويز سارسابوجينين. هل يوزيس كورتيزون لايك اكشن فورمال يوز ان تريتمنت اوف سيفيليس روماتيزم اند سيرتن سكين ديزيزز. جينينز are used in partial synthesis of cortisone and other steroids. يبقى هي من
الستيروسابينيز بتاعه السارسابريلا دي ليها كورتيزون لايك اكشن، وبتستخدم في السيمي سينسز ان هي كبريكورسورز عشان نصنع منها الكورتيزون والسكس هرمونز.